عرفنا ان الماتلاب اصلا عبارة عن ايه، شوية ماتريسيز. كل اللي احنا بنتعامل معاه عبارة عن ماتريسيز، وقلنا ان الايمج بتاعتنا بتبقى متكونة من الويتس والهايت بتاعتها، وكل بيكسل فيها بتعبر لي عن فاليو. الفاليو دي بتعبر عن الايه، عن الكالر في البيكسل دي للايمج دي. وكنا قلنا عندنا 3 ريبريزنتيشن بالنسبة للايمج، ايه هما؟ قلنا عندنا الباينري ريبريزنتيشن، وقلنا عندنا جراي سكيل، وقلنا عندنا الكالر دي ايمج. قلنا الباينري الفاليو بتاعتي بتبقى عبارة عن بيت واحدة، يا اما 0 يا اما 1. وقلنا الجراي سكيل بريبريزنت الايمج بتاعت كل بيكسل هتبقى بتاخد فاليو في الرينج من 0 ل 255، تمام. بعد كده قلنا عندنا بالنسبة للكالر دي ايمج بيبقى عندي كل بيكسل بتبقى عبارة عن ايه، 3 دي ريبريزنتيشن. كل 2 دي ماتريكس بتريبريزنت كلر من الثري كلرز بتوعي، الريد والجرين والبلو. وعرفنا ان كل بيكسل كانت بتبقى عبارة عن ايه، عبارة عن كومباينيشن من الثري فاليوز بتوع كل ايه، بتوع كل كلر، الريد والجرين والبلو، تمام. النهارده بقى هنبدأ نشوف كل ايمج بالنسبة لي الديستريبيوشن بتاعها بيكون عامل ازاي. كنا وقفنا المرة اللي فاتت ان انا عندي الايمج بقدر ان انا اقرأ ايمج، بعد كده ابدأ ان انا اعرضها، وابدأ ان انا بكتب التايتل دي لو انا عايز احط ايه، كابشن للايه، للايمج بتاعتي، تمام. بالمناسبة ان شاء الله المفروض ان كل جروب، يعني المفروض انتوا مع بعضيكم هتقسموا نفسكم جروبس، يعني 4 أو 5 ماكسيمم، عشان كل لاب هيبقى ايه، كل جروب هيحل ايه، كل لاب ويبعت الايه، السوليوشن بتاع اللاب ده. هنعمل ايه؟ بنشوف على حسب كل لاب فيه ايه وهنبدأ نحله. يعني مثلا هنا عندنا هنشوف اللاب كل الكوماندز اللي فيه ونبدأ ننفذها على الماتلاب، عشان نبدأ ان ايه، نسلم اللاب ده بالكوماندز دي زي ما انا بكتبها عندي على الماتلاب. هنا الناس هتبدأ تنفذها على ايمجز وتبدأ تعرض الايه، الكوماند ده بيعمل ايه بالظبط، تمام. ما اعرفش انتوا هتاخدوا، يعني انتوا مظبطين نفسكم ولا هتحتاجوا وقت عشان تظبطوا حته التيمات؟ فممكن نتفق على الحته دي في اخر الايه، في اخر اللاب. هي الدكتور قالت انها تبعت لنا اكسل شيت يعني، وان احنا نحط يعني كل تيم يكتب نفسه، تمام. قالت لكم هتبعت لكم على امتى؟ لا بصراحه ما اعرفش. خلاص انا هتواصل معاها برضو، هنزل لكم الديتيلز ان شاء الله في بوست بعد ما نخلص ان شاء الله على بالليل كده. في عندنا حاجة في الايمج اسمها هيستوجرام. الناس تعرف يعني ايه هيستوجرام؟ الناس ده قالت بيبقى توزيع الانتنسيتي. بالظبط كده، توزيع الانتنسيتي بتاعت الايه، الفاليوز بتاعت الكالر في الايه، في الايمج بتاعتي. يعني انا لو افترضت ان انا عندي هنا ايمج، الايمج دي فيها شوية فاليوز، المفروض مثلا لو انا هقول عندي هنا 2، عندي هنا 15، عندي هنا 19، عندي هنا 80، وهكذا. المفروض ان انا في الاخر الهيستوجرام عندي بيعبر لي عن ايه، عن الليفلز بتاعتي الديفرنت انتنسيتيز اللي موجوده عندي ايه، للايمج الواحده. ببقى حاطط هنا عندي الاكس اكسس، بحطت عندي من 0 لكام، ل 200، 55، وببدا احط عندي هنا اشوف عدد البيكسلز اللي مشتركه في نفس الايه، الانتنسيتي. بمعنى مثلا انا عندي هنا هقول له ان انا عندي هنا برضو 2، تمام. هاجي مثلا ان انا اقول له عندي هنا الاثنين موجود منها 2 values، يعني هقول له هنا مثلا 1 وهقول هنا مثلا 2، عدد البيكسلز اللي بتاخد نفس الانتنسيتي. فانا عندي هنا مثلا هنا عند 2 في عندي 2 بيكسلز واخدين الفاليو 2. هاجي مثلا عندي 15،
هتلاقي عندي ال 15 عبارة عن ايه؟ بيكسل واحدة اللي واخدة 15، 19 نفس الكلام. عندي ال 80 بتاخد نفس الكلام ايه؟ فاليو واحدة. فده بيسميه الهيستوجرام بتاعي، ان بيبدأ يعرض الانتنستيز المختلفة بالنسبة للإيمج. فببدأ أعرف إذا كان الكالر بتاعي للإيمج بتاعي هو بالانسد ولا لأ، يعني متوزع بالتساوي تقريبا ولا لأ، أو أشوف إن الإيمج بتاعتي هي معمول لها لو، يعني لو الإيمج معظم الانتنستيز بتاعتهم موجودة في الرينج القليل ده فبيسميها لو إيه؟ لو كونتراست. لو جات عندي في الرينج اللي في الآخر ده فبيسميه إيه؟ هاي كونتراست. لو موجودة عندي متجمعة في حتة واحدة بس سواء هنا أو هنا وأنا عايز أخليها إيكواليزد أو بالانسد، بيبدأ يعمل لها حاجة اسمها إيمج إيه؟ إيكواليزيشن، عشان يبدأ يخليهم كلهم في رنجات متوزعين على الرنجات بتاعة الانترفال بتاع الانتنستيز مع إيه؟ مع بعض. تمام؟ ده يعني ده كده يعني إيه؟ يعني إيه إيمج إيه؟ هيستوجرام. لو جينا شفنا عندنا هنا الناس شايفة صح؟ ايوه باين عندنا يا باشمهندس. تمام، انا دلوقتي عندي شوية ايمجز هنا، نبدأ ان احنا نبراوس الايمجز دي. انا واخدها من هنا ماشي. في شوية ايمجز عندي موجودة انا خدتها من تراك تاني، شوية الايمجز اللي موجودة عندي دي انا هقول بقى ان انا عندي عايز اقرا شويه ايمجز، فعندي صوره زي دي اسمها اوريجينال. لو انا دلوقتي قلنا زي ما قلنا المره اللي فاتت عايز اعرضها ام شو وبديله الصوره دي، يبدا ان هو يعرضها لي. تمام، انا دلوقتي عايز اشوف توزيع الايه الكالرز بتاعت الصوره دي في الهيستوجرام، فبتبدا تقول له ايه هيستوجرام، تبدأ تديله الايه الايمج بتاعتك، فبيبدأ يعرض لك الايه يوريك الانتينيتيز بتاعتك، عارض لك الكالرز بتاعتك في انهي رينج بالظبط بالنسبه لي. تمام، الصوره دي اصلا كالرد وموجود الايه الرينج بتاع الفاليوز بتاعتها. طب انا دلوقتي عايز اعرض الايمج، الناس عارفة ازاي اصلا اعرض اكتر من صورة في نفس الوقت عندي في الايه في الماتلاب؟ كل اللي انت بتعمله ان انت بتكتب كلمة فيجر. يعني مثلا عندي ايمج شو دي انا دلوقتي عايز اعرضها، هو بيعرض لي الصورة نفسها وفي نفس الوقت انا عايز اعرض الايه الهيستوجرام بتاعها جنبها، فبكتب فيجر وبكتب الايه الايمج هيستوجرام وبديله الايه الاي. تمام، هو كده هيعرض لي الايه الاثنين، عرض لي الايمج وعرض لي الايه وعرض لي الهيستوجرام بتاعها. يبقى الصوره دي عشان كالر دي ايمج هتلاقي بص الانتنستيز بتاعتي متوزعه على كل الايه الفاليوز اللي موجوده عندي في الرينج من 200 لايه 200 من 0 ل 255. لو انا جربت افتح صوره ثانيه، يعني مثلا خلينا نيجي نشوف ان انا دلوقتي هقول له الاي دي هتساوي مريد له صورة تانية، هقول له مثلا 6.lpmp هقول له الام شو. لو لاحظنا هلاقي الايه شكل الهيستوجرام عندي هنا اختلف، لان زي ما احنا شايفين ان الفاليوز اللي موجودة عندي هنا مش ايه مش زي الكالرد ايمج، هي موجوده عندي هنا جراي سكيل. فزي ما احنا شايفين الايه الرينجز بتاعت الفاليوز اللي موجوده عندي متوزعه معظمها موجود في الجزء الايه الجزء اللي في من 0 لكام من 0 ل 50 الجزء اللي في الاول ده. فانا دلوقتي لو انا عايز اعمل ايمج ايكوالايزيشن، قلنا ايه هي الايمج ايكوالايزيشن؟ يعني انا عندي كده الايمج دي هي لو كونتراست ولا هاي كونتراست؟
دي كده لو كونتراست. دي لو كونتراست. طب انا دلوقتي عايز اعمل ايمج ايكولايزيشن بحيث ان انا احاول اعمل بالانس للايه، للليفلز بتاعت الانتنسيتيز الموجوده عندي المختلفه. فكل اللي عندي موجود برضو في الماتلاب اسمها هيستوجرام ايه ايكولايزيشن. كل ايمج جديده، فلو جيت قلت له عايز اعمل ايمج هيستوجرام، او اقول له عندي هيستوجرام ماشي ايكولايزيشن، واديله الايمج الايه اللي انا عايز اعملها ايكولايزيشن، دي الايمج اللي احنا كنا لسه شايفينها دلوقتي، هيرجع لي ايمج جديده معمول لها ايكولايزيشن، ان هو بيحاول ايه يوزع الفاليوز على الرينج الايه، الرينج بتاع من 0 ل 255. تمام. اجي انا دلوقتي عايز اعرض بقى الايه الثلاث حاجات، عايز اعرض الصوره الاصليه اللي هي كانت لو كونتراست مع الهيستوجرام بتاعها، وفي نفس الوقت عايز اعرض الايه الايمج بعد ما عملت لها الايه الايكوالايزيشن. اقول له هنا اعرض لي الصوره الثانيه برضه فيجر، يعرض لي الصوره الثانيه وفيجر، ويعرض لي الايه الهيستوجرام بتاع الايه الصوره الثانيه. ماشي. لو جيت شفت هتلاقي ان انت عندك اهو ده شكل الايه الهيستوجرام بالنسبه للايه للصوره هنا، وهنا دي الصوره الاصليه الهيستوجرام بتاعها اهو بالنسبه لايه لانهي صوره للصوره دي. تمام. بقى ده كده ايه شكل الصوره بتاعتي لما كان معمول لها، كانت هي اصلا لو كونتراست، جالي لو كونتراست بعد كده عملت لها ايكوالايزيشن عشان يبدا يوزع لي، بدل ما الكالرز كلها موجوده في انترفال صغير عايزه اوزعها على الرينج بتاع من 0 ل 255، فعمل موضوع الايه الايمج ايه ايكوالايزيشن. تمام. حد عنده مشكله في دي؟ تمام، كله واضح. هنا بيقول لي كلمة الفيجر بستخدمها عشان يعرض الايه، لو عايز يعرض اكتر من ايمج مع بعض في نفس الوقت. هنا ام رايت، لو انا مثلا الايمج اللي انا جبتها دي عايز اعرضها ايه، عايز احفظها عندي على الجهاز، فانا جيت قلت له ان عندي هنا الام رايت دي ام رايت، هقول له عايز اسيف الايمج 2 دي اللي هي معمول لها الايكواليزيشن، واسميها باسم معين، هيحطها في المكان بتاع الايه الباث روت بتاع الايه البروجكت اللي انا فاتحه دلوقتي. فانا هقول له مثلا image او ايه او البي ام بي عشان اللي انت عايزه. ماشي. المفروض هو هنا هتلاقيها سايفها لك معاه، فنجي هنا هتلاقيه ايه سايف لك الصورة دي معاهم ايكوالايزد ايه ايمج اهي. تمام. لو انا جيت عاوز اقول له اي 3 ايكوال ام ريد، بدي له اسم الايمج ايكوالايزد ايمج دوت بي ام بي، هو كده يبقى ايه، هو بيقول لي عايز الفول باث بتاعها equalized image dot bmp. باشمهندس معلش، يعني ام رايت ده بيعمل سيف للصورة؟ بيسيفها في عندي على الجهاز. تمام، شكرا. المفروض دي الصورة اهي بعد ما انا عملت لها ايه، بعد ما عملت لها الايمج ايكواليزيشن هيستوجرام ايكواليزيشن، المفروض ان الصورة اهي اتسيفت عندي لما عملت لها ام رايت. تمام. فالمفروض ان انا دلوقتي لما اخدها بقى عايز اعمل لها ريد تاني، المفروض ان هو يقراها عندي في الماتلاب عادي مفيش مشكلة. باشمهندس، هو انا عشان اعمل امريد للصوره لازم تبقى اصلا موجوده عندي على الفولدر اللي في الشمال ده اللي هو مكتوب فيه current folder؟ لازم عشان ايه؟
لازم عشان اعمل ام ريد لصورة معينة لازم تبقى موجودة في الكارنت فولدر اللي حضرتك واقف عنده ده. هي لازم تبقى موجودة في current folder عشان تكتبي بس الاسم بتاع الايمج، لكن غير كده هتديله الباس بتاعها كله. يعني ايه اديله الباس؟ معلش يعني انا مثلا عندي هنا عايز افتح ايمج موجودة عندي مثلا على الديسك توب هنا زي دي كده، دي مش موجودة عندي المفروض هنا في في الباص اللي انا ايه حاطه في الماتلاب هنا. هنا انت هتضطر ان انت تجي له من على الديسك توب هنا تاخد الاكستنشن بتاعك كله، يعني مثلا كديسك توب كده، او ان انا هاجي بقى اروح له هنا بالباص بتاعي من ان انا اخش على السي، ومن السي هروح اليوزرز، بعد كده بخش عندي هنا على معتز، بعد كده باجي اروح عندي على الديسك توب وباخد الباص ده كله وانكلودد مع الصورة نفسها. فانا عايز احط الباص ده وهزود عليه الاكستنشن بتاع الايمج بتاع الاسم بتاع الايمج دي اللي انا عايز اقراها. هي دي كده مش تمام. موجودة عندي هنا معايا، تمام، فهمت قصد مش حضرتك. بس انا عشان هنا موجود فيه فمش محتاج ان انا اعمل الموضوع ده. تمام. ماشي، فانا لو جيت اقول له ام شو 3 ماشي فهيردها لي عادي، مع ان هنا الصورة دي اصلا مش موجودة عندي في الفولدر ده. تمام، تمام. نفس الكلام لو انا عايز اعمل كلير، لو انا عايز اعمل قصد رايت للايمج اللي هو الام الرايت ايمج، الكوماند بتاعها اللي هو كان رايت ايمج فين هنا الام رايت دي، انت بتقولي له برضو اسم الايمج اللي انت عايزه تسيفيه. يعني انا بقول له ام رايت، هقول له ان انا عايز اسيف الايمج دي، هسيفها فين؟ بقول له ايمج اسم الايمج على طول، مثلا هسميها مثلا تيست دوت بي ان جي. لو انا قلت له كده بس هو خلاص هيروح يسيفها عندي في الفولدر ده اللي انا فاتحه. طب لو انا عايز اسيفها في مكان معين فخلاص بتدي له الايه الابسوليوت باث بتاعك، الباث كامل عشان يبدا يروح يسيف ايه يسيف فيه. تمام، اوكي، فهمت حضرتك. تمام كده. المفروض بعد كده قلنا ان احنا كنا عندنا الايكوالايزد ايمج دي، هو بيقول لي ان ايه الاسم ده مش موجود، المفروض ان هو ده عشان الاسم هنا ناقص كيو، فبيقرا الايمج عادي كده خلاص قراها بعد ما عمل ايه بعد ما عمل لها ايه رايت وسايفها عندي على الجهاز. ان انا هقول له هنا ام شو يعرضها لي بعد ما ايه بعد ما سايفتها عندي. تمام كده، ده بالنسبة للايه للام رايت. بعد كده الام انفو هو بيعرض لك شوية ايه شوية ديسكريبشن او شوية ديتيلز عن الايمج دي، زي ما بيقول لك هي موجودة فين متسيفة فين السايز بتاعها قد ايه وهكذا، زي ما بتيجي اكنك بتعمل بالظبط ايه اكنك بتعمل كليك يمين على الايمج وبتعمل ديتيلز ليها. لو انا جيت قلت له كده ام انفو زي ما هو كاتب كده وقلت له الايه الايمج دي، فبيبدأ يعرض لي الايه الصورة دي كام في كام والاكستنشن بتاعها ايه ومتسايبة فين على الجهاز وهكذا. تمام، دي كده كان الايه يعتبر ده اخر ايه اخر كوماند عندنا في اللاب ده. وبعد كده في الاخر اخر تو سلايدز دول جايب لك بس الاكستنشنز بتاعت الايمجز الايه المختلفه اللي هو اصلا متعارف معظم اللي بنستخدمه اللي هو الايه البي ان جي، عشان لو انا هتكلم في جري سكيل ايمج او باينري ايمج، والجي بي جي عشان لو بتكلم في ايه في ايمج كالرد. تمام، المفروض كده ان شاء الله اللاب بتاعنا ده هنمشي عليه هنشوف كل الكوماندز اللي موجوده فيه والناس هتكتبها بايديها وهتبدا تكريت لها الدوكيمنت بتاع الماتلاب وتبدا تعمل سكرين شوتس للريزلتس اللي بتطلع وتبدا ايه تقول كل كوماند بيعمل ايه بالظبط، وهنسلمه كدوكيمنت سوفت كوبي وهارد كوبي للدكتور، او هشوف طريقه التسليم هتبقى عامله ازاي وهنزلها لكم برده مع الايه هقول للدكتور ان احنا ننزل طريقه التسليم مع الايه مع اللينك بتاع الاكسل شيت اللي انتوا المفروض او الفورم اللي انتوا هتملوه. باشمهندس، هو الـ PDF ده حضرتك هتبعته لنا أو هتعمله أبلود
بتفتح يعني ايه بي دي اللاب اف؟ اللي هو اللي حضرتك بتشرح منه اللاب ده. ما هو ده المفروض الدكتور رفعته. ايه ماشي، بشوف لو الدكتور رفعته. ماشي، هو المفروض الدكتور رفعته من الأسبوع اللي فات يعني. تمام ماشي اوكي. ماشي، وأنا زي ما قلت بالنسبة للسكشن، أنا إن شاء الله آخر سؤال فيه كنا عملناه برضه عشان مكتوب فيها الفاينل ريزلت بتاع الإكسبريشن، فبرضه هكتبه لكم ستيبس كده وهرسم لكم الرسمه بالستيبس. وزي ما قلت لكم ان ممكن يكون في اكتر من حد بيكتب اكسبريشن ويطلع نفس الريزلت، بس برضه مش شرط ان كل واحد يكتب اجابه وتكون صح، يعني ممكن يكون حد كتبها بس هو ما كان مشي بالستيبس وافتكر ان هي هتوصله وفي الاخر كتبها الستيبس غلط. فلو حد عايز يتاكد من اللي هو حله، عايز يجرب يبراكتس على الاكسل شيت، على الشيت اللي احنا حليناه ده، يبقى يجرب بنفسه برضه ويبعت لي السوليوشن ابص له عليه اقول له ان هو الحل لو غير اللي انا كاتبه، يعني لو هو كاتب اكسبريشن مختلف هل هو صح ولا لا، عشان الناس تشوف هي ماشيه صح الدنيا تمام معاها ولا لا. تمام، تمام ماشي اوكي يا باشمهندس. ماشي. انا كده الناس بس تصبر بالظبط دقيقة أو دقيقتين قبل ما تخرج، عشان بس إيه هاخد الأتندنس قبل ما الناس تخرج. ماشي، شكرا يا شباب. كده احنا هو السبت الجاي ان شاء الله الدكتور قالت لكم انتوا المفروض تنزلوا ولا مش نازلين؟ لا يا باشمهندس، احنا اونلاين عشان يعني المفروض ان اسبوعين، يعني اسبوعين وقعد في البيت. تمام، يعني احنا كده المفروض هيبقى ميعادنا الاسبوع الجاي. هشوف الدكتور ماشي هيبقى ميعادنا الاسبوع استمعي، الجاي. نعم، المفروض ان هو يعني زي النهارده كده. ايوه، هيبقى الاثنين مع بعض يوم الثلاث برضو، ولا هيبقى السبت اللاب وكده؟ هيبقى الاثنين مع بعض الثلاث تقريبا يعني، بس انا اتاكد برضو من الدكتور وارجع لكم. ماشي يا باشمهندس، ماشي، هاكد عليكم ان شاء الله في البوست اللي هنزل. تمام. تمام، ماشي. حد عنده اي سؤال؟ ماشي، شكرا شباب.